فضل الذكر. يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، ويقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، أخرجه البخاري. فحري بنا أن نذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتنا وأحوالنا.